تابع الاكونت ده اللي هو عارف لما حد بيسرق الاكونت الاكونت. بتاعك يروح حاطط يعمل دعايه لاكونتات اوكي تانيه، فما اعتقدش جنش هيقعد 3 ايام يعمل كده، وما ماشي، اعتقدش كمان ان هو هيجي في باله انه علشان الناس تفتكر ان انا يعمل كده. صح؟ ماشي ماشي لسه هو لسه مكاتب من شويه انه استعاد الحساب بعد 3 ماشي 4 ايام ماشي، ايا كان، يعني مش ده موضوعنا، المشهد اللي قدامي مش يعني. موضوعنا. جنش كان نزل صوره ان الكابتن فاروق جعفر يعني بيتحكم، دي اول كانت اول اشاره من اشارات ان الاكونت مسروق ولا مش مسروق، وبعديها حصلت حمله جماهيريه على الكابتن فاروق جعفر لا هي كانت معمولة قبل كده اكتر من مره على فترات، اخرها كانت من 3 ايام. الكابتن حسين لبيب طلع انتقد من يهاجمون الكابتن فاروق جعفر، قال ده رمز كبير وبنستفيد من وجوده. شايف ازاي المشهد ده في قصه صفقات الزمالك ودور الكابتن فاروق جعفر؟ الاول خالص. انا يعني انا عاوز اعرف كابتن فاروق جعفر شغال ايه في نادي الزمالك، مستشار فني. قراره طالع ايه؟ ايه قراره طالع من ايام مجلس الاستاذ السيد مرتضى منصور، المستشار الفني لمجلس الاداره لكره القدم. طب يعني ايه المستشار الفني لمجلس الاداره لكره القدم؟ يعني اللي احنا نفهمه يعني ان مجلس الاداره بيعمل سياسات، بيعمل استراتيجيات، بيعمل خطط بتاع مش عارف ايه، قابلته مشكله او حاجه بينده الراجل المستشار الفني ياخد رايه، او هو بيخطط ينده الراجل المستشار الفني ياخد ايه، ياخد رايه. بتكلم صح ولا صح انا غلطان؟ صح طب مال المستشار الفني ده وماله انه يجيب لعيبه في بيته يمضيهم؟ اكيد اكيد منحت له هذه الصلاحيات، يعني مش بيعمل كده من نفسه يعني. ماشي حلو، منحت. يبقى اذا ايه، اطلع بقى غير المسمى واعمل لي مسمى جديد بمواصفات جديده. ده لو احنا بنتكلم على شغل يعني احترافي. برضو ممكن فكره الاستفاده من اسم الكابتن فاروق جعفر يبقى يعني حاجه بتبص لها مجالس الاداره، انه انا عندي اسم اسطوري زي فاروق جعفر ما استغله فاجيبه بقى يمضي هو انا اللعيبه. برضو متحفظ على كلمه اسم اسطوري زي الكابتن فاروق. ما هي انجازات الكابتن فاروق جعفر في كره القدم؟ كلاعب ولا لا ماليش كمسؤول ولا دعوه كمدير كلاعب، لاعب. فني ولا بص كايه؟ بص بص، اي واحد قصته انتهت كلاعب، قصته انتهت كلاعب. يعني بعد كده مدرب ملهاش دعوه بكلاعب، اداري ملهاش دعوه، حكم ملهاش دعوه، اعلامي ملهاش دعوه بكلاعب. قصه صح؟ اللعب دي انتهت باعتزالك. بعد كده بقى ايه العمل اللي عمله كابتن فاروق جعفر من بعد ما بقى اللاعب؟ تدريب، مش كده؟ مظبوط. ما هي انجازاته في التدريب؟ ولا حاجه، ولا حاجه. كابتن فاروق جعفر فشل بدرجه امتياز في معظم الفرق اللي مسكها انه ياخد بيها بطوله. ليه ما متضايق تقوليش منه قوي كده؟ ما تقوليش انه جه خد مثلا 2 بطولة دوري عام مع مستر ديف مكاي. انا مظبوط. كنت موجود في الفرقه دي، كان مدرب عام، وكان مستر مكاي هو اللي بيعمل ايه، اللي كان بيعمل كل حاجه. لا انت عايز تستفيد بقى، واخد بالك، من رموز نادي الزمالك. امال الكابتن حسن شحاته اللي واخد 3 افريقيا ده يبقى ايه؟ لو انا عايز ليه ما يكونش ثواني بس، على فكره ثواني ممكن بس فشل في اكمل التدريب، بس ممكن اكمل يكون بس فشل في اكمل التدريب بس ده مش اكمل معناه انه طيب يفشل يا كابتن، كمسؤول كابتن تعاقدات مثلا. كابتن ابو وجيله رمز من رموز نادي الزمالك، نجح في كل حاجه مسكها، واخد بالك. على فكره ابناء نادي الزمالك كتير جدا. فانا النهارده لما اجي استعين بحد يخطط لي، تمام، ايه هي مواصفاتك في التخطيط؟ طب انت في التخطيط ولا الدكتور محمود سعد اللي كان بيدير كرة القدم في الاتحاد المصري لكرة القدم وفي افريقيا في فترة من الفترات؟ لا هي القصة، وانت عارف كويس. لا انا مش عارف. لا انت عارف كويس انا في نادي الزمالك ايه. طب انا كنت خبيت كده بعد كل اللي قلته ده، عايزني امن على، لا ما مش دعوه مش اقول لك عايزه بس، ما انا بقول اللي انا مش عاوزه. وانت عارف بعد كل ده. لا انت عارف لا انا انت صادق تقول في اللي انت الزمالك عايزه ايه، بس ما تقوليش انت عارف. لا انت عارف في الزمالك ايه يا هاني، هو ده طب ليه يعني ايه اخطاء، ايه علاقتك بقى انت، ايه اخطاء الكابتن علاقتك؟ فاروق جعفر اللي خلتك معترض على انه يكون متولي المنصب؟ يعني هل ما انت الكلام هو لن ينجح كمدير فني، عندك حق تماما، تمام، لكن هل في منصبه الحالي فشل عشان كده انت متضايق من وجوده، ولا ايه دليلك على الراجل؟ انه طبعا ينفعش يمشي فشل، المنصب؟ طبعا فشل. اذا كان الراجل كارتيرون رفض وجوده
رفض وجوده؟ رفض وجوده ورفض التعامل معاه. ده يعني ده وانا موجود يعني، دي واقعه وانا موجود. واخد بالك؟ اللجنه، مش اللجنه اللي موجوده دي، اللجنه السابعه، المجموعه المحترمه اللي فاتت، اللي هو عماد والمستشار هشام، راجل قوي جدا تمام. والناس طلعوه من الملعب من التمرين، ما تحضرش التمرين مع بتاع الفريق الاول. اوكي، انت النهارده كراجل مستشار فني لمجلس الاداره، مالك ومال الوكلاء بتوع اللعيبه؟ يعني تقعد مع الوكلاء ليه؟ تتكلم مع الوكلاء ليه؟ تتفاوض مع، مالك ومال القصه دي؟ مالك ومال تعيينات؟ هو بيعملها من نفسه، ما اكيد الاداره مدياله الحق يا فندم. الاداره خلاص، يبقى تطلع الاداره تقول لنا الكابتن فاروق جعفر يا جماعه مش مستشار فني. اصل الكابتن حسين لبيب انتقد من يهاجمون الكابتن فاروق جعفر، معناها ان تحركات الكابتن فاروق جعفر بقرار من الكابتن حسين لبيب من اداره الزمالك. طب وطلب ليه كابتن حسين لبيب من الكابتن محمود سعد ان هو يعمل له اعاده هيكله؟ ده حصل؟ احنا بقى طالما هنتكلم اعاده هيكله للقطاع، يعني لقطاع الكره. يلا سير عندك اهو. ايه هو بقى اعاده هيكله لقطاع الكره في الزمالك؟ الكابتن حسين لبيب طلب من الدكتور محمود سعد في الفيلا عنده في بيته في جاردينيا انه يقعد معاه ويعمل له اعاده هيكله لقطاع كره القدم في النادي كله. تمام. راجل راح واجتمع وقعد وشاف التصور و الى اخره. بعد كده قال له اديني فرصه يومين ثلاثه اشتغل واجيب لك الايه التصور. اشتغل، وبعد كده في الاجتماع الثاني ما بينهم فوجئ ان موجود مين؟ كابتن فاروق جعفر. سلموا الشغل. بعديها بكام يوم راح متصل بيه احد المسؤولين في النادي وقالوا له بنعتذر لك يا كابتن وبتاع مش عارف ان انت هتبقى موجود. طب منين انت بتستعين بيه ومنين ان انت بتعتذر له؟ ومش عاوز اقول، مش عاوز اقول تفاصيل الكلام اللي الكابتن حسين لبيب قاله مع الكابتن محمود سعد في بيته في الجلسه الاولانيه، وبالتحديد عن فاروق جعفر. قال ايه؟ لا ما اقدرش اقول. ما تقول يا كابتن ما اقدرش. طب وليه قلت ما اقدرش؟ يعني ليه اديتنا العنوان ما دام مش ما اقدرش؟ في كلام ما ينفعش يتقال. مش كل ما يعرف انتقد قال. يعني الكابتن فاروق جعفر مش كل ما يعرف يقال. ويطلع حد يقول لي ده الكلام ده ما حصلش. اللي هو ايه؟ ما قلتوش اصلا يا كابتن. انت ما قلتوش عشان حد يطلع ينفيه. لا انا على الاجتماع والقعده والكلام.